المولودية الوجدية وقاده الاحتلال المركز الخامس. نتائج كانت طيبة رفقة برنار ميشيل كاسوني الذي يقود اليوم فريق اتحاد طنجة في مواجهة فريقه السابق فريق المولودية الوجدية. إذا ننتظر لبسة كل طرف اليوم، ننتظر أشياء جميلة في هذه المقابلة في أرضية ملعب جميل وملعب الكبير مدينة طنجة، وبمدينة جميلة واسم مدينة طنجة حاضرة البوغاز التي يتنفس عشاقها ومحبو هذه المدينة الجميلة وساكنة هذه المدينة الجميلة كرة القدم. حتى النغاع اليوم ينتظرون ماذا سيقدم فريق اتحاد طنجة أمام العريق والكبير المولودية الوجدية في المباراة تنطلق في هذه اللحظات. من جانب راسر اتحاد طنجة اليوم عملية تحضير البحث عن أولى البناءات الهجومية وتغطية دفاعية من الطرف العميد. يتدخل عبد الله يتقدم يبحث عن المراوغة، فرصة من جانب الشاونة العرضية، فرصة خطيرة، فرصة كانت لحمد العشير لم يتمكن من تسديد الكرة، يعني التسديد لم يتمكن من ذلك. هذه عرضية فرصة أخرى لفائدة فريق اليغتي لبعد من طرف نصر. قبل الآن يضغط فريق اتحاد طنجة كذلك يسعى للوصول من جانب عبد اللطيف نصير العرضية فرصة، تدخل بدر الدين سويد لاعب العشير. تتحرك الان تيكي تاك التنجوية، العرضية فرصة، فرصة خطيرة. حمودان بحث من اجل حصر الكرة لكن هنا كرة لاسماعيل قريد لياسر البحيري، تحضير فرصة خطيرة، جول 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 جول. زكريا بحر يبحر بفريق المولودية الوجدية في شباك طارق وطاح بهدف في حدود دقيقة 17، مستغلا بذلك عفوا على مستوى الدفاع فريق اتحاد طنجة. الثاني الاهداف لزكريا بحر رفقة المولودية الوجدية، سدد من خارج منطقة الجزاء 30 مقابل الان بقميص المولودية. هذه عرضية فرصة خطيرة خطيرة، مرت بسلام، مرت بسلام اتحاد طنجة. الثالثة الكرات التي كان بامكانها ان تهدد بقوة مرمى الحرة. مادام يفكر اتحاد طنجة هجوميا سيترك بعض المساحات. هنا ملحات يوسف كوناطي ارتكب عليه الخطأ. زكريا بحر اشارة من طرف حكم المقابلة. سيل فرصة من اكسيل البحث عن العرضية، كرة خطيرة طنجاوية، محاولة الابعاد من حمزة السمومي لم يتمكن من ذلك. هنا من طرف عبقش يبحث عن التحضير، فرصة، فرصة الثاني، فرصة الثاني، فرصة الثاني لمولودية وجدة. الانسلال كان من الشيء الان، محاولة تقدم من حاتم الوهابي، العرضية، خروج الحارس، خروج مادي مفتاح، تتحول هجمة مرتدة ذلك عن الثالث لكن التمريرة لم تكن موفقة. هنا تغطية وبنفس الطريقة دائما تدخل تحضير في اتجاه بحرو، يغطي حاتم الوهابي، يقوم بتغطية دفاعية وحكم المباراة يشير بخطأ ويأخذ القرار حكم المقابلة. إذا سيذهب للفار في أشك. إذن هل هناك تدخل حمراء؟ همادة الحكم إذا بعد دبل الفار يقول هناك بطاقة صفر. سيد من خارج منطقة الجزاء تسدد وتغطية متابعة بعدما طالبت عناصر المولودية الروسية بركلة جزاء بدعي وجود لمسة اليد. الحكم سيتأكد من الحالة من اللقطة وسينتظر الإشارة من غرفة طنجة. محاولة تسديد الكرة أرضية، فرصة خطيرة، أحمد حمودان، فرصة، فرصة، فرصة لعناصر اتحاد طنجة. يعني اتحاد طنجة يمكن أن نقول من خلال الفرص التي أتيحت جلال جيد تفاصيل الشوط الاول بتقدم المولودية الوجدية هدف دون مقابل. هذا الشوط الثاني في حدود دقيقة 17 الشاوني وتحصل الشاوني على مخالفة لفريق اتحاد طنجة. قد يعتمد يغطي على النجاح على الكونفيد من اكسير مي اختار بهذا الشكل، اختار بهذا الشكل المباشر عن التمر البطاش، اختار العرضية لياسين البحيري، لسيلة من ياسين، ياسين 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 سددها البحيري لكن بعيدة بعيدة. مرة أخرى لنصير محاولة تقدم الفرصة العرضية، فرصة راسية، فرصة
فرصة التعديل ضاعت لأكسلمية في حدود الدقيقة 59. هنا كرة أمامية طويلة لأكسيل، تقدم الفرصة، التسديدة، فرصة الأولى والثانية، توفيق جروتن، محاولة خطيرة، جول 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 جول. البديل توفيق جروتن يسجل في حدود الدقيقة 60. هكذا أراد أن يغطي، أراد أن يضغط مع بداية الجولة الثانية، وراح يدوم ربع ساعة لانطلاق الشوط الثاني. من المدرب برنار ميشيل كازوني أخذت المنظومة الهجومية للفريق اللي يغطي. توفيق جروتن للسلام من الجهة اليسرى، توفيق يبحث عن اللمسة الفنية، يرتكب الخطأ لفريق ثمان لقاءات والمولودية في ثمان مرات. هذه كرة خطيرة، ضربة خطأ على مسار منطقة الجزاء، وبطاقة صفراء يشير الحكم هذا المرة في وجه صلاح الدين باهي. ماذا يحدث من جانب عناصر اتحاد طنجة؟ بامعمر بامعمر تسدد ترتطم بحيط السد، والمتابعة من الحارس مهدي مفتاح من الجهة اليسرى، وإيجاد 0-0 بالملعب الشرفي بمدينة وجدة. وكان المدرب الذي يقود المولودية ولفريق المولودية الوسيم مقوس الرمية الراسية، طارق طاح يتمكن. Salut à tout le monde, ravi de... Ah, c'est toujours difficile, Grégoire, de faire des pronostics, mais ce match est annoncé par la presse comme un des matchs les plus... de la saison. Je suis impatient de voir ça. Quelle ambiance ce public met aujourd'hui dans ce stade incroyable. Et c'est pas... Énorme occasion. Oh, ça peut faire but, c'est le premier but marqué très tôt. Quel coup dur pour l'équipe adverse. Plus beau parce qu'il se joue dans ce stade. Et tout ça, il doit au moins prendre l'information. Il est en bonne position pour centrer. Un centre tendu à l'inter. Il tire. Oh, maintenant, ça va être difficile de le reprendre. Entrée. Il est dans la surface. Il marque. Il réduit le score. Une frappe parfaitement maîtrisée. Qui vient. Tribune, le public pas content du tout de ce qu'il voit actuellement sur la pelouse. La tête, superbe. Vraiment pas en danger là. Oh, la performance.